السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة جايب لكم فكرة، يعني هي يعني مش فكرة بس يعني مجموعة أفكار بحيث يعني توصلك يعني بحاجة أحسن يعني في لوردس موبايل. تمام، أهم 5 أشياء لازم تعرفها عن لوردس موبايل يعني لو حابب تبقى محترف يعني. تمام، 1، لو جايلك هجوم وانت مش هتقدر تصده يبقى تخبي جيشك، يعني يبقى عندك ثبات انفعالي بحيث مش اول ما تشوف جاي عليك ترتبك كده وتفضل، فهمت؟ ثبات انفعالي، تهدى تخبي خالص، جيشك بهدوء، كله تمام. 2، ما تضيعش القطع النادرة، القطع النادرة ما تضيعهاش، ما تضيعش القطع النادرة، اصبر لحد ما توصل لحاجة كويسة. 3، اعمل ليك بنك عشان ما يبقاش عندك أزمة موارد. يعني اختار، يعني عايز تعمل بنك 2 على قد ما تقدر، يعني اهم حاجة بس ايه، تعمل بنك ليك. تمام، 4 حاجة بقى، ارتاح لمملكة هادية عشان تطور بسرعة، يعني تطور من نفسك بسرعة، يعني ما حدش يهاجم قوات الجمع بتاعتك مثلا، او يعني 5 5 ده تختاره انت على حسب انت داخل اللعبة مزارع ولا محارب. لو محارب وتصفرت هترجع للعبة اقوى من الاول، انما لو انت مزارع وتصفرت هتسيب اللعبة. ما ينفعش، ما ينفعش، ما ينفعش. يعني هتسيبها وش، لانك خلاص هتيأس. تمام، فكر انت مين، مزارع ولا محارب. تمام، يا رب بس تكون الفكرة وصلت. انتظروني الفيديو تاني ان شاء الله، هشرح يعني حاجات مهمة يعني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.